مع اقتراب عيد الفطر المبارك نلاحظ تزاحم الناس على محلات الحلويات مما يدفعهم إلى إيقاف الحجوزات نتيجة الإقبال الكبير عليها. العادة الناس تبدأ من 18 رمضان إلى 25، معظم السوق والمحلات يقفون في 25 ما عدا المحلات المعروفة توقف من 20. احنا وقفنا 20 رمضان صراحة، من 20 رمضان وقفنا تعبية لسببين. السبب الأول أن الصينية لازم يستلم الزبون على أكمل وجه، فتخاف يصير في ضغط العمال يلخبطون في صف الصينية وفي الديزاين حقها، ونبغى نعطي الزبون حقه، يعني هو دفع مبلغ لازم ياخذ مقابلها شيء كويس. عشان كذا عندنا صواني جاهزة، هذه تنصف كلها من 22 رمضان، تنصف بشكل محترف ويصير الزبائن وتصير الصواني هذه جاهزة كلها ويستلمها الزبون. بعض الزبائن يصير يجيك يصير مثلا زواجاتها ومناسباتها كلها عندك، يصير عندنا مسجل ان كاستمر دائم عندنا، يصير له معامله خاصه. هذا لو تاخر ما في مشكله، نضغط العمال نطلع له صينيه صينيتين ما في مشكله، برضو بشرط اذا الطلب مو عالي. يعني السبب في ايقاف المحلات للحجوزات مبكرا هو لضمان استلام الزبون طلبه على اكمل وجه. نجوى العضيله، اخبار 24.